شو بنتين بسيط عليها بنسكة بنتمرام سيد الرئيس السادة سيدة المستشارات السادة المستشارين إخواننا الكرام إخواننا وزملائنا ومثل وسائل الإعلام لا بأس بنتسلم إليكم الموظفين والموظفات الحاضرين معنا وجدنا لنا لإنجاح هذه الدورة على غرار باقي اللجان اللي انعقدت بناء على التوجيهات اللي تلقيناها أو المراسلات اللي تلقيناها من طرف رئاسة المجلس لتطالبنا بأننا إعداد أو تعقد واحد الاجتماع مخصص لدراسة ثلاثة ديال النقاط وقد انعقد طبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي اليوم 14 المتعلق بالجماعات المحلية والمادتين 50 و 55 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة تمارا اجتماعا هذا الاجتماع ترأسه عبد الربيع وحضره أعضاء اللجنة الدائمة وكذلك أعضاء المجلس اللي كانوا متواجدين آنذاك وذلك يوم الجمعة 24 جانفي 2020 على الساعة 11 صباحا بمقر الجامعة صمم الاجتماع إلى غاية الساعة 1 خصص هذا الاجتماع لدراسة النقاط كما سبق وقلنا لدراسة النقاط التي تم إدراجها في هذه الدورة الاستثنائية والمتعلقة بالنقطة الأولى دراسة المصادقة الملحق التعديلي رقم 1 اتفاقية شراكة لإحداث هذا المجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعملاء طبيب الغسالة والسخيرة تمارا وهذه النقطة بالضبط هي تدخل في إطار وفي صميم عمل لجنة التواصل والشراكات والتعاون. كذلك في بداية الاجتماع بعد ترحيب الحاضرين أخبر السيد رئيس اللجنة السادة أعضاء اللجنة بحضور اجتماعي في نفس الموضوع لان احنا حتى لجنه التواصل سبق حضرنا في اجتماع ديال اللجنه الماليه وكذلك لجنه المرافق العموميه واكيد بان وحده الموضوع اقتضت اننا نشاركوا جميع اللجان في ابداء الراي ورفع التوصيات لرئاسات ومكتب المجلس. واقترح على اللجنه اقرار نفس التوصيات يعني اللجنه ديال التواصل والتعاون والشراكات قررت باش انها اقرار نفس التوصيات اللي خرجوا بها الاخوان ديالنا في اللجنتين باش انهم نتبناو احنا كلجنه ديال التواصل والتي وقعت على اللجنتين المذكورتين اعلى وهي اضافه الى ما سبق وتقدم به الاخوان سواء الاخ عاشور الاخ العربي فاضافه الى ذلك فطالب الاخوان في لجنه التواصل والاعلام والتواصل والشراكات والتعاون على اساس ان خصوصا البند الرابع للنقاط الثالثه فضرورة توضيح بشكل أكثر تدقيق لمساهمة الجماعة في برنامج المواكبة الاجتماعية وكيفية تنفيذه وإنزالها على أرض الواقع، وبالتالي تحديد المسؤوليات كل طرف اتفاقية، لأن حسب البند الرابع في المادة الثالثة من الاتفاقية وإيجابية التأهيل، فانتزالة الجماعة هو المواكبة الاجتماعية، إلا أنها بقت مبهمة، كيف ستكون هذه المواكبة الاجتماعية؟ بماذا ستتحمل المسؤولية يعني كم مسؤولية الجماعة؟ هل الناس غادي تحول السوق؟ يعني شنو غادي يكون كيفاش غيتعاملوا مع وحدات المجلس؟ لأن هذه المسؤولية وقعت على اعتبارها في إطار اتفاقية. وحنا خصنا باش نحميو المجلس الجماعي من ارتباطات مستقبلية لأن الاتفاقية وغادي تكون ملزمة لنا، فحنا قررنا باش نعطيو أكثر توضيح لهذه المادة هذه. كذلك الموافقة على اتفاقية الشراكة لإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحيه والغذائيه لعمل فريق الصلاه والصغيره تمارا مع الحفاظ على تسيير الاداره والتدبير المالي لسوق الجمله للخضر والفواكه لتمارا وكذا النمط والمداخل المحققه به لفائده الجماعه. هنا تطرحنا واحد الاشكال في الماده الخامسه اللي اكدت هو انه هل الملحق التعديلي سائر الاتفاقيه يصبح سري المفعول فور التوقيع عليه؟ وهنا اخوان ديال اللجنه يعني من الناحيه القانونيه ارتأوا انهم ما نقولوش حنا بانه فور التوقيع عليه، لان ممكن من شهر من اسبوع يتم توقيع بشكل رسمي على هذه الاتفاقيه، وبالتالي قالوا لهم مطالبين ان نفس الشركه هي اللي تجي تدبر الى السوق ديال الجمله اللي في مدينه تمارا، وهنا طالبنا كذلك بانه التعديل الايجابي هو انه هذه الاتفاقيه ما تكون سريه المفعول الا بعد احداث وبناء وتشييد المجمع ديال الحس الصناعي ديال الرباط، وبالتالي تبقى الجماعه تسير هذا المرفق هذا وتدخل مداخل الجماعه الى حين الانطلاق الفعلي والميداني للسوق الجديد. كذلك اكدت اللجنه على بعد المناقشه ديال التوصيات المذكوره اضافت اليها توصيه وهي اعتبرها مهمه هو دراسه الاثار التي تترتب على تراجع حصه الجماعه من السهم من اسهم الشركه، وبالتالي بعد الدراسه ربما الاخوان راه بنوا فيها بدلا حسن احنا بالنسبه لنا الدراسه ديالنا هو نحافظوا على حقوق
وديال الجماعه، وبالتالي علاقه المساهمه ديال الجماعه علاقه الربح اللي غادي ناخذوا، لان قيل الكثير لكن الوثائق تثبت حقيقه ديال الالتزام ديالنا كمجلس في هذه العمليه هذه، واختتم الاجتماع في تاريخه ووقته، والسلام عليكم. شكرا سيدي الرئيس. الاستمراريه ديال الاداره والاستمراريه ديال المرفق العام التالي اللي تاخذ القرار ديال التوحيد ديال الصوت ونمشي للمجلس باش القضيه ديما نحطوها بين يدينا. حنا جينا قيل الامر قيل المجلس استقبلنا صوت فوت الصوت ماشي فوتو في بلاصه وحده، راه فوتو المقلاله فوتو تاسنا فوتو المجلس استقبلنا راه بقى كيهز هذا الصوت بدا تحكم فيه في البلاصه كل مره تسمعوا بانه مشغل هذا الطرف. وبالتالي حنا الان بالنسبه لنا من مشى الصوت حتى لسنا، المسافه اللي غتضرب ما بين تمارا حتى لسنا هي نفس المسافه ما بين هنا من حيث الصناعه ديال التقدم، واش نكونوا واقعيين وما تزيدوش على قضيه لا، راه علاش انخفضت؟ كنا حنا مساهمين غندخلوا ك يعني المساهمه ديالنا حوالي مليون يعني تقريبا مليار جبنا غنساهم، ولكن الان حسب الوثيقه ديال المساهمين حنا غنساهموا 560 مليون، اذا 560 مليون تساوي واحد العدد ديال الاسهم، ولكن الجماعه ديالنا مساهمه مليار و 500 مليون، بمعنى القيمه ديالنا حنا ضروبه في ثلاثه، الناس اللي تيقول لك دابا وتيهضروا في الشارع وتيقول لك بان تمارسنا خدات حصه الاسهم اللي هي 48% وتمارا خدات 16%، علاش تمارا تحجرت؟ بكل بساطه سهله، راه شحال ما سهلتي شحال ما تاخذ الارباح، انت عاطي 500 مليون غتاخذ 16 والناس غادي يعطوا مليار ونص غادي ياخذ 48 ولا شديت 48 قسمتي على ثلاثة غادي اللي هي 500 مليون 500 مليون 500 مليون ديال مليار ونص غتعطيك 16 لأن 16 في 3 هي 48 عملية ما خصش يبان تحسبوها ما خصهاش نشوف هذا التوجه الآن اللي خصنا نضمنوا واش حنا بالنسبة لنا الهاجس ديالنا هو ديال المواجهة الاجتماعية اللي موجودة فيها. أقول السيد الرئيس المجزرة اللي تهضروا عليها بأن المجزرة أنا قدامي الآن المداخيل ديال الميزانية ديالنا المداخيل اللي تهضروا على المجزرة حنا المجزرة عندنا علاش فيها مداخيل 28 مليون 280 الف درهم تدخلوا في المجزرة علاش؟ لان نهار الاثنين تيجينا تحمل السوق ديال عين عمر ونهار الثالث تيجينا تحمل طموح من بلاد سيدي يحيى ونهار الرابع تيجينا معايا العتيق والخميس والجمعه اللي تتخدم عندنا الكره ديالنا والسبت نجيبوه من السوق بالمس والحد نجيبوه من عين عمر. اذا بالنسبه لنا اذا تحولت ودينا 7% راه مكسب لينا كيف يعقل العام كامل 400000 نسمه تستهلك الحب ونجي على المجزره نلقى 28 مليون مداخيل وبالله عليكم هذه خدمه هذه ماشي خدمه وخصنا على الاقل حنا 400 مليون 400000 نسمه حوالي نصف مليون تقريبا راه عنده واحد الاحتياج ولكن اؤكد على النقطه الاساسيه باش نكونوا حنا واقعيين وهذا الشغل الاخر اللي مهم واللي اساسي خصنا نحافظوا عليه ما نزيدوش مع بعضياتنا ونبداو نشارجيو الناس وندخلوا لهنا وندرسوا نديروا ندوات صحفيه ونغلطوا الراي العام بان هذا الشيء كاين حنا تناكدوا في تقرير اللجان اكدنا بان المواجهه الاجتماعيه تيخصنا نشوفوا لها حل هذوك الناس ما خصهمش يضيعوا وتمنى لا توجه لنا السلطات المحليه اللي حاضره معنا من اجل تفعيل اصواتنا المنهجيه من اجل خلق انشطه مديره للدخل هذه المسائل وعلى الاقل نعرفوا شكون وكذلك المسؤول عن السيد الرئيس اللي هو عضو ديال المجلس الاداري للشركه اللي مطالب كذلك على اساس انه يدافع على حقوق ديالنا العمال اللي عندنا هنا فهو اللي ياخذ الحصه ديالهم الى الشركه في المشروع غتخدم 1800 عامله يكون عندنا نصيب الى كساتينه في مدينه تمارا وهاد العمال اللي عندنا هنايا المارشي ديال المارشي الجهوي بهذا تهضروا عليا الحلول ولكن باش نجي ونقول انا الان تقراو على الميز بانه لا السوق ما خصوش يطرح حل السوق حنا ما بغيناش نخرجوا من المجموعه حنا جماعه تابعه للدوله جماعه تراثيه تمشي تحت المملكه المغربيه ما نخرجوش من الفيصل ونقولوا لا حنا ما باغيينش اسيدي على السوق شكون انتوما؟ انتوما راه داخلين النظام ديال هذه البلاد وبالتالي حنا ندخلوا ما عندناش مشكل ولكن ندخلوا الحقوق ديال الجماعه ديالنا ونضمنوا الحقوق ديال دوك العمال ما يبيعوش هذا من جهه وباش نقسم المال ديالي ونهضروا عليه اللي هو الاساس انا ضم الصوت ديال السيد الرئيس انا اللي ندير المعارضه نجي هنا ونجي هنا ونهز يدي ونرفض ونقول علاش رفضت باش السكينه ما تزايدش عليها لان حنا ما جيناش
وما طلعش من المستدية باش تزايدوا عليهم ولا نبيعوا من الوهم، ما تبيعوا الوهم نحن. حنا جينا أمام أمر واقع وردنا من بين ما وردنا وردنا المشكل هذا، ولكن حنا الآن بعقول متزنة وراسينا نحاول أن ندافع على حقوق ديال الجماعة، وبالتالي ما هادشي اللي نعتبروه مسؤولية ديالنا. والدليل على ذلك هو أننا حنا الآن متواجدين، راه حنا الآن متواجدين، ما بقى غاديش الدورة، احنا متواجدين باش نناقشوا تعديلات، وهاد التعديلات خرجنا بها توصيات، وهاد التوصيات طرحها السيد الرئيس بهاد الناس المسؤولين، وطالبنا بأنهم في حالة أننا نراقبوا ديال العمل ديال الشغل ديالي. إذا السيد الرئيس حتى أطلع عليه، فبالنسبة لي حنا هاد المشروع هذا كنعتبروه مشروع أساسي. علاش؟ لأن إذا كنا حاولنا 100 مليون تندخلوا في العام، أنا لي اليقين واش عندنا قناعة بأنه غنفوتوا هذا الرقم هذا في إطار التدبير المشترك. واش حنا غنفوتوا هذا الرقم؟ لأن اللي تنعرف أنا هو أن الجماعة تدخل لها مليار و300 من صوت الجملة من جميع الأجهزة، الشركة ستعطيني على الأقل على الأقل تعطيني نفس الرقم اللي هو مليار و300 باش نبقى أنا مرتاح، ولكن في المقابل غادي نربح 30 يد عائلة، 30 موظف الجماعة، غادي نفتح مصانع أخرى، غادي نربح وعاء آخر تسمعي، غادي نربح بزاف ديال الحوايج، ولكن في نفس الوقت ما غانساش المواجهة الاجتماعية ديال العائلة اللي كانت تشتغل في الموضوع.